الدكتور وحيد دوس رئيس لجنة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة والسكان انتظام صرف عقارين السوفالدي وديكلانزا لمرض فيروس سي بمراكز الكبد بالجمهورية. وقال الدكتور وحيد دوس أن مراكز الكبد تستقبل حاليا مرض فيروس سي المنتكسين والذي يتخطى عددهم 45 ألف مريض في مصر. وأوضح رئيس لجنة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة والسكان أن جميع المرضى ممن يثبت إصابتهم بفيروس سي سيتم علاجهم بالأدوية الجديدة مجانا، خاصة في القرى الأكثر فقرا بالصعيد.